الرئيس السيسي يشارك أسر شهداء القوات المسلحة والشرطة الاحتفال بعيد الفطر المبارك. الرئيس السيسي يتبادل التهاني بحلول عيد الفطر المبارك مع رؤساء وقادة عدد من الدول الإسلامية. الجيش السوداني يؤكد التزامه بالهدنة المعلنة حرصا على النواحي الإنسانية رغم رصد عدة مخالفات. منتصف الليل العاشرة بتوقيت جرينتش، نشرة إخبارية جديدة تأتيكم من القاهرة. أهلا بكم ونستهلها مع جاكلين ماهر. إليك جاكلين. شكرا رامي، وأهلا بكم مشاهدينا الكرام، والبداية مع احتفالات عيد الفطر المبارك. شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي أسرى وأبناء شهداء ومصابي العمليات من أبطال القوات المسلحة والشرطة احتفالية عيد الفطر المبارك التي أقيمت بمركز المنارة. وحرص الرئيس السيسي على مصافحة عدد من أبناء أبطال مصر وأدار حوارا دافئا معهم أثناء سيرهم إلى جواره. وحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على تناول وجبة الإفطار مع أبناء الشهداء من الجيش والشرطة وأسرهم المشاركين في الاحتفال بعيد الفطر المبارك بمركز المنارة للمؤتمرات بالقاهرة الجديدة. وكرم الرئيس عبد الفتاح السيسي عددا من أسر شهداء الشرطة والقوات المسلحة، وذلك خلال احتفالية عيد الفطر المبارك التي أقيمت بمركز المنارة للمؤتمرات بالقاهرة الجديدة. كما حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على اصطحاب أبناء الشهداء ومصابي العمليات من أبطال القوات المسلحة والشرطة إلى ساحة الألعاب. وقام الرئيس السيسي بتوزيع الحلوى والهدايا والطعام على الأطفال. وفي ختام الاحتفالية توسط الرئيس السيسي مجموعة من أبناء الشهداء لالتقاط صورة تذكارية معهم. وأدى الرئيس عبد الفتاح السيسي صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد المشير طنطاوي، كما أدى الصلاة إلى جانب الرئيس السيسي شيخ الأزهر الشريف الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب ورئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي ورئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أسامة عسكر وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة. وحرص الرئيس السيسي على وقوف عدد من أبناء شهداء مصر إلى جواره أثناء أداء الصلاة، كما صافح الرئيس السيسي عقب انتهاء الخطبة عددا من أبناء الشهداء. هذا وتبادل الرئيس عبد الفتاح السيسي التهنئة مع قادة وزعماء الدول العربية والإسلامية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك. وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي تبادل التهاني هاتفيا مع سلطان عمان وملك الأردن والعاهل البحريني وأميري الكويت وقطر ورئيسي الجزائر وتونس ورئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمنية ورئيس الوزراء العراقي وأمير تبوك. نظمت القوات المسلحة عددا من الزيارات لأسر الشهداء لمشاركتهم الاحتفال بعيد الفطر المبارك.
فرح يا مصر بيكم انتم، انتم ولاد الابطال، ولاد الابطال، وليكم في رقبتنا كل الخير والامان والسلام. في يوم سالنا ابويا وقال لي نفسك تبقى ايه؟ قلت له نفسي ابقى زيك بطل بيحكوا الناس عليه. علمنا ابويا معنى الشهاده، معنى الرجوله، معنى البطوله. كل سنه ومصر طيبه، كل لحظه واحنا فيها في سلام وامان، واحنا بنكبر اكتر واكتر وما بننساش تضحيات رجال أبطال. سابوا كل حاجة وراهم، ما فكروش غير في بلدهم، سابوا أطفالهم وأسرهم، أمانة في رقبة كل المصريين. والنهاردة وزي ما عودنا السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي كل عام، عودنا أنه بيحتفل بالعيد وسط أبناء الشهداء وقواتنا المسلحة كمان دايماً معاهم في كل المناسبات. السلام عليكم، كل سنة وحضرتك طيب. أنا أشكر سيادة الرئيس على الهدية الجميلة اللي بعتها لنا، ودايما هو عشان سيادته فاكرنا، وإن شاء الله في تقدم إن شاء الله، وربنا يعينه ويقويه. محمد دلوقتي كل سنة وأنت طيب يا ابني، وزملاتك الحمد لله مش ناسينك، ولا وسيادة الرئيس ناسيك خالص الحمد لله، يعني تفرح الحمد لله، هو يعني هو اكيد فرحان بينا الحمد لله. نشكر سياده الرئيس لاهتمامه دايما باسر الشهداء ومتابعه احوالهم، وطبعا دي من حاجه مش جديده على سيادته، لانه زي ما بيقولوا ابو المصريين، وربنا يحفظهم جميعا من كل شر وسوء، ويحفظ بلدنا ويجعل بلدنا امن وامان. اللهم امين يا رب العالمين. نشكر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على حسن تعاونه مع اسر شهداء مصر، وانا فخور جدا بدعوه سيادته وحضور حضراتكم لنا البيت. انا راجل مسن ما قدرتش البي طلبات حضراتكم واجي لكم في العيد. يجعل مصر في امن وامان، القوات المسلحة على رأس الجميع، حماية للبلد وحماية للوطن. كل سنة وانتم طيبين وبصحة وسعادة يا رب، وربنا يخليكم لمصر ويبارك فيكم، وكل سنة ورئيسنا طيب ويقدروا وعلى تحمل مسؤوليتنا. نتشرف بحضرتك ونتشرف بالناس الحلوة دي كلها، الجيش كله، يعني ده شرف كبير قوي قوي قوي. نشكر كل فرد في القوات المسلحة ونشكرهم كلهم وجمايلهم على دماغنا، وربنا ينجيهم من كل شر. بشكر السيد الرئيس السيسي على المجهود اللي بيعمله البلد، ربنا يوفقه في كل خطوة يخطيها يا رب. شكرا لسيادة الرئيس. سيادة الرئيس ربنا يوفقه ويبارك لنا فيه يا رب، ويسدد خطاه، كل سنة هو طيب. أنا ليا الفخر وليا الشرف إن السيد رئيس الجمهورية كرمني قبل كده في 2017، وليه طبعا الفخر والشرف ان سيادته لحد النهارده يعني، ودي حاجه تخليني ممتن جدا، فاكر رجالته، وللمره الثانيه بيشرفني بالتكريم بتاعه ان هو فاكرني وفاكر كل زمايلي اللي كان لهم دور واتصابوا في منطقه العمليات. طبعا بشكر القياده العامه للقوات المسلحه واستاذ السيد وزير الدفاع، وصولا لحد احدث جندي في القوات المسلحه على الدعم المستمر، وان هم لسه فاكرين مصابي العمليات، وان هم دايما يعني بيفرحونا وبيدخلوا البهجه علينا وعلى اسرنا. القوات المسلحه ابدا ما بتنساش اي حد من ولادها. شكرا سياده الرئيس على تعاونكم المستمر ودعمكم الدائم
في لأسر مصابي وشهداء العمليات الحربية وغيرها من فئات المجتمع المختلفة. لي الشرف والفخر أني شاركت في العملية الشاملة سيناء 2018، كانت هدفها هو حماية الوطن والدفاع عن أرض مصر الحبيبة وحماية شعبها الكريم. موضوع الإصابة الحمد لله ما أثرش فيها خالص، بالعكس رفع من روحي المعنوية وحسيت أن أنا عملت حاجة للبلد وقدمت حاجة حتة مني بمعنى أصح. كان دايما بيقول فداها عمري كله طول ما لسه فيا روح، مصر أغلى، مصر أبقى، مصر فداها الغاليين بدماهم وأرواحهم، ربنا حافظها ليوم الدين. مصر أغلى حاجة عندي، مصر ضي ونور عينيا، خد نصيحة قالها جدي، مصر ليها حق فيا، إن أكون دايما حماها، إنها تكون حتة مني، أعمل اللي نور رضاها أبقى منها وهي مني. اللي دافع عن بلاده لأجل ما تعيشه في سلام، وضحى علشان بحياته اضربوا له تعظيم سلام، اضربوا له تعظيم سلام. تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، قامت وزارة الداخلية بمشاركة أسر شهداء الشرطة الاحتفال بعيد الفطر المبارك وتوزيع هدية الرئيس عليهم. احنا لا هننسى ولا هنتخلى عن أبناء وبنات شهداء مصر أبدا. شهداء لكنهم أحياء بما سطروه بتضحياتهم لينعم الوطن بما هو عليه الآن من أمن واستقرار. دائماً ما يحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على الاهتمام بأسرهم والاحتفاء معهم ووسطهم بكافة المناسبات والأعياد. وبمناسبة عيد الفطر المبارك، حرص السيد الرئيس على إرسال هدايا العيد إلى أسر شهداء الشرطة. بشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي وبشكر كل الضباط زمايل محمد وكل الناس اللي حوالينا، بصراحة ما فيش حد بيتأخر معنا في أي حاجة، يعني الناس كلها واقفة معنا. الهدية طبعا حاجة قيمة جدا، وهو طبعا ما فيش أي حاجة تعوضنا عن بابا، بس احنا مبسوطين جدا ان هو فاكرنا وفاكر أبناء الشهداء. كله وحشتنا والله يرحمك يعني، ودمك ما راحش يقدر، والحمد لله زمايلك وأصحابك جابوا حقك والله يرحمك. هو وحشني، انا فخوره بيه، بحبه، افضل احبه طول عمري وافضل فاكره طول عمري. هو كمان احسن ابو في الدنيا، هبقى طول فخوره بكل الذكريات الحلوه اللي عملتها معاه. ابويا ما ماتش، ابويا شهيد في جنته حي، واللي مفرحش الخير. كل سنه وحضرتك طيبه. هديه بسيطه من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبه عيد الفطر المبارك. يعني احنا بنقدم اولادنا لحمايه البلد الحمد لله، والرئيس يعني يشكر اللي هو يعني فاكرنا بكل خير، والحمد لله احنا بنشكره وكل سنه وهو طيب يا رب، ودايما فاكرنا كده في كل مناسبه يا رب. ده شرف ليا والاولاد وطول عمرنا طول ما احنا عايشين، احنا فعلا عايشين طول عمرنا كنا متشرفين بوجوده، وتشرفنا فعلا جدا جدا بعد شهادته الحمد لله. بغض النظر عن القيمه الماديه للهديه، كفايه القيمه المعنويه، كفايه ان الرئيس فاكرنا وفاكر اسر الشهداء وفاكر اولادهم وفكر فينا. وشكرا جدا جدا لسيادته ان هو يعني افتكر اولادي وفرحهم في يوم زي ده، ودايما محسسهم ان باباهم بطل، ودايما محسسهم ان باباهم ما اتنساش، وشرف لاولاده دايما طول عمره. شكرا جدا لسياده الرئيس. ساعات بتعب وببقى
نفسي تحضني وبص عليا كل شوية من الجنة. الرئيس دايما فاكرنا في مناسباته، في كل مناسبة فاكرنا فيها مش ناسينا، وانا بعزه جدا وبصراحة يعني هو مخلوا باله مننا جدا ومش مخلينا عاوزين حاجة، وانا فخورة جدا انه جوزي شهيد. ونفسي ابقى بطل زي بابا واحمي وطني، وبشكر جدا السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ان هو على الهدية الجميلة اللي جابها لنا ديت، وشكرا ان هو مش ناسي اولاده وفاكرنا دايما. وحشني يا بابا ووحشني الكلام وياك، تعالى في حلمي من فضلك افضفضلك. صباح الخير، كل سنه وانتم طيبين. دي هديه من السيد رئيس الجمهوريه بمناسبه عيد الفطر. وبص عليا كل شويه من الجنه، انا عارفك بتسمعني متابعني. نشكر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على اي حاجه بيعملها معانا، كل حاجه بيعملها معانا جدا كويسه جدا، ما بيأخرش عننا اي حاجه، والوزاره باكملها ما بيأخروش عننا اي شيء، اي اتصالات اي حاجه في اي مشكله فيها احنا بنتصل معاهم ما بيسيبوناش ابدا. ولسه دموعي في عينيا لكن فرحان، عشان بيقولوا اني بطل وابن بطل. أبويا شهيد، دي حاجة أكيد تشرفني. كنت أتمنى أشوف الضباط معانا على طول، أكن هو موجود معانا. ربنا يفاديهم يا رب الضباط كلهيتهم، وربنا يرحمه برحمته الواسعة ويفادي كل واحد يا رب. تكريم المستمر من سيادة الرئيس هو تكريم إن هو اللي مش ناسي حق شهدائنا. أشكر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي عملنا مدرسة على اسم الشهيد رجب عبد الرازق حجاج، وعلى جميع الهدايا اللي بيقدمها للشهيد، ودايما مفكرنا به كل مناسبات وكل أعياد الدولة مناسبات الدولة كلها. نشكره على كل اللي بيعمله معانا، الحمد لله مش ناسينا في أي حاجة خالص، كل الواجبات بيعملها معنا وأحسن من أي حاجة. أدى المواطنون صلاة عيد الفطر المبارك بالمساجد والساحة الكبرى التي خصصتها وزارة الأوقاف لأداء تلك الشعيرة، وحرص عدد من المواطنين بعد الصلاة على التقاط الصور التذكارية وتبادل التهنئة بعيد الفطر المبارك. هذا وقد سادت أجواء من الفرحة بين المواطنين، وتم إطلاق البالونات الملونة عقب الصلاة احتفالا بأول أيام العيد. بتبقى جو اسري وبتبقى العيله كلها موجوده معانا، والاولاد والاطفال، وزي ما حضرتك شايفه كده بيبقى الناس كلها مبسوطه. جيت من الكويت عشان احتفل مع جد وتيتا، وجبت بالونات ولعبت. انا صليت وانا مبسوطه عشان صليت مع بابا وماما وتيتا، انا مبسوطه قوي، كنت انت طيبين. في فرحه، في بهجه في الدنيا، اطفال بتفرح، والناس عامله مجهود يحترم الصراحه. هي الاجواء جميله، احنا بنحس بفرحه العيد بالتجمعات وبالصلاه وبالبلالين والبهجه، وخاصه اللي هي لما بشوف الاطفال بتجري على البلالين وفرحانه بيها، احنا كبار بنفرح اكتر منهم. يعني هي حلاوه العيد بالتجمع لما بنشوف هنا والصلاه. فوق الرائع، فوق الرائع، فوق الرائع بصراحه، فوق الرائع. ونظام والواحد ماشي في امان وماشي فرحان، ولا حد بيضايق حد ولا حد، والاولاد مبسوطين وخلاص الحمد لله. يعني كل سنه وانتم طيبين.
تمام، يعني بنصلي الاول، بعد ما نصلي بنقعد كده، طبعا بتكون الاجواء ممتعه طبعا، كلها يعني ايه، كلها اجواء عيد واجواء فرحه، فالواحد مش بيمل يعني مهما قعد، لو قعدنا للظهر الواحد ما بيملش يعني بصراحه. بنيجي نقعد وبنصلي، وبعد كده بنلعب بالبلالين طبعا، والاطفال بتلعب وكلنا بنلعب مع بعض. كل عام وكل الامه الاسلاميه بخير وصحه وسلامه، وطبعا عيد سعيد على كل المصريين وكل الامه الاسلاميه. الاجواء بتبقى جميله جدا يعني، متكامله بشكل كبير جدا، الحمد لله ربنا عدى على خير. العيد ان شاء الله، الصلاه النهارده كانت جميله جدا، ونتمنى ان شاء الله ان العيد يعدي على الامه الاسلاميه كلها. كل سنه طيبين ومصر كلها بخير، وان شاء الله يكون عيد سعيد علينا وعقبال كل سنه. كل سنه طيبين وعيد سعيد علينا وعلى مصر كلها، وخرجنا من رمضان على خير، ربنا يعود الايام دي كلنا عليها على خير. كل سنه طيبين وعيد سعيد على مصر كلها، وعلى طبعا الرئيس اهم حاجه طبعا، وعلى مصر كلها، وعلى التجمع بصفه خاصه، وعلى المنطقه اللي احنا فيها. بصراحه احنا خرجنا من رمضان وتمنينا من ربنا ان الدنيا تبقى حلوه وان الدنيا تختلف كده، وان شاء الله الدنيا تختلف، وان شاء الله احنا متفائلين ومتبشرين خير ان شاء الله. هذا وشهدت الحدائق والمتنزهات والمناطق الأثرية والسياحية إقبالا كثيفا من المواطنين للاحتفال بأول أيام عيد الفطر المبارك وسط أجواء من البهجة والسرور. نتابع في التقرير التالي. أجواء فرحة وبهجة وإقبال كبير شهدتها الحدائق والمتنزهات العامة للاحتفال بعيد الفطر المبارك، حيث تعتبر من أبرز الأماكن التي تقبل عليها الأسر المصرية لقضاء وقت ممتع للكبار والصغار. قلنا بقى نعيشوا ذكريات العيد، يعني أول يوم يبقى فيه الصلاة وبعدين البوم وبعدين الجنينة، فقلنا تبقى فرصة حلوة يعني ان هم برضو يعيشوا ذكريات حلوة. نجيب العيال الصغيرين يتفسحوا هنا، هو وحديقة حلوة وجميلة وفيها خضرة وكل حاجة حلوة. في حاجات كتير يعني، في حاجات فيها، في حاجات كتير للأولاد، وفيها ملاهي وفيها ألعاب مسلية وفيها كل حاجة. كل حاجة هنا جميلة، وبلدنا طبعا جميلة، مصر مفيش أحسن منها في كل مكان، مش حديقة الطفل بس، احنا كل بقعة في مصر جميلة. ولادي مبسوطين من المكان، بيجوا هنا في يعني في حاجات حلوة، في نافورة، في شلالات، في شوية شجر حلوين. منظر هنا جميل قوي، وبعدين الواحد بيجي مع أصحابه غير جو وكده، فالقعدة هنا حلوة. بحب جدا التصوير، فعشان كده بحب أجي أتصور في المناظر الحلوة دي. المطاعم هنا أعلى مستوى بصراحة، والخدمة هنا بصراحة جميلة، وكفاية بس المساحات الخضراء والنافورة والطبيعة. الحدائق وجهة مناسبة لمحبي المساحات الخضراء والتنزه في ظل نسمات الربيع وتناول وجبات الغداء وسط الطبيعة، خاصة لهواة الاستمتاع بمشاهدة الزهور والنباتات، كما يقصدها المواطنون في المناسبات المختلفة، ولا سيما في عيد الفطر، خاصة بعد التطوير المكثف الذي شهدته الحدائق العامة، بما يتيح استقبال المواطنين من 7 صباحاً وحتى 12 منتصف الليل. مكان جميل وهادي جدا، وارتحنا فيه جدا، والحاجات هنا جميلة جدا برضو، بس حبينا المكان والهدوء، والدنيا حلوة قوي هنا. جميلة وهادية جدا، ويعني المكان فيها تحفة، وبجد يعني جميلة ونظيفة، والمكان جميل يعني وهادي. الدنيا جميلة بصراحة، كويسة جدا. احنا خلصنا الصلاة من هنا، خدتهم لبستهم ماشيين بنغني، بصراحة الجو جميل جدا، وهم بصراحة بقالهم فترة كتيرة جدا ما جوش جنينة الحيوانات، فالجو جميل وهم مبسوطين قوي فرحانين. بنصحى الصبح بنصلي صلاة العيد، وبعد كده نجهز نفسنا ونخرج نتفسح، والاجواء جميله والجو جميل النهارده، والدنيا حلوه يعني، وجينا بسم الله ما شاء الله يعني مظبطينها ومطورينها ومقدمين فيها حاجات حلوه وجميله يعني، وكل سنه بتتظبط عن الاول وتبقى احسن. انا جاي النهارده في عيد الفطر عشان اتفسح واشوف الحيوانات، وشفت كمان الاسد والقرد والفيل والتمساح، ودلوقتي رايح بيت الزواحف. هي خيارات من وجهات كثيره ومتنوعه ستكون أمامك للتجمع الأسري والحصول على قسط وفير من البهجة والمرح والترفيه لقضاء إجازة عيد الفطر المبارك.
هذا وأعلنت وزارة الداخلية مدى فعاليات المرحلة 23 من مبادرة كلنا واحد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي لمدة شهرين اعتبارا من نهاية شهر رمضان لتوفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 60%. صبرنا سنين وزاز عايشين برغم الخوف زي الجبال راكزين وقفنا سوا جمعنا هوا وطن مزروع جوا القلب والعين السودان بالنسبة لنا بتمثل أمن قوم مصر واستقرارها أمر في منتهى الأهمية لنا. وإلى الشأن السوداني، حيث تواصل وزارة الخارجية جهودها للتأكد من أمن وسلامة المواطنين الموجودين في السودان من خلال التواصل المستمر مع السلطات السودانية لتسهيل عودتهم من خلال المعابر البرية السودانية دون عوائق. كما تواصل الخارجية أيضاً من خلال بعثاتها في الخرطوم وبورت سودان بذل كافة الجهود والقيام بالاتصالات اللازمة لمتابعة أوضاع أبناء الجالية المصرية في السودان خلال الأزمة والتعاطي السريع والفعال معها تبعا للمستجدات. وقد أكدت القوات المسلحة السودانية التزامها بالهدنة المعلنة حرصا على النواحي الإنسانية رغم رصد عدة مخالفات، ووافق الجيش السوداني على هدنة لمدة 3 أيام اعتبارا من الجمعة، مشيرا إلى أن موافقته جاءت بغرض تمكين المواطنين من الاحتفال بعيد الفطر وانسياب الخدمات الإنسانية، معربة عن أملها في أن تلتزم ميليشيا الدعم السريع بكل متطلبات الهدنة ووقف أي تحركات عسكرية من شأنها عرقلتها. يأتي هذا فيما قالت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية إنها رصدت العديد من انتهاكات الهدنة التي تم الموافقة عليها. وأوضحت القيادة العامة أن عناصر ميليشيا الدعم السريع هاجموا مقرا لقوات الدفاع الجوية، كما احتلوا عددا من مراكز الشرطة ومنعوها من ممارسة واجباتها اليومية، بالإضافة إلى قصف عشوائي لمبان في محيط القيادة العامة والتعدي على مستشفى الساحة التخصصية وطرد المرضى وإجبار الأطقم الطبية على توفير العناية الطبية لمصابيهم. كما أشارت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية إلى أن ميليشيا الدعم السريع قامت بالهجوم على سجن الهدى وأطلقت سراح عدد كبير من النزلاء. وقد أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط عن ترحيبه بإعلان القوات المسلحة السودانية وميليشيا الدعم السريع وقف إطلاق النار خلال أيام عيد الفطر المبارك. وأكد أبو الغيط أن اتفاق ووقف إطلاق النار سيتيح الفرصة لاستعادة الهدوء، وبما يسمح للمدنيين بالحصول على الاحتياجات الأساسية وفتح الممرات الإنسانية للتعامل مع الحالات الإنسانية الحرجة وتمكين المستشفيات من العمل.
أكد رئيس مجلس السيادة السودانية الفريق أول عبد الفتاح البرهان ثقته في تجاوز الأزمة بالبلاد والعبور نحو حكم مدني. وفي أول خطاب متلفز له منذ اندلاع الاشتباكات، جدد البرهان التأكيد على ضرورة وجود جيش واحد في السودان للحفاظ على أمن ووحدة البلاد. وقال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية فندان سباتيل إنه يجب ألا يتوقع المواطنون الأمريكيون في السودان إجلاء قريبا تنسق الحكومة الأمريكية من البلاد وسط إطلاق نار كثيف يدوي في العاصمة الخرطوم. وأشار باتيل في إفادة إعلامية إلى أنه بالنظر إلى إغلاق مطار الخرطوم والوضع الأمني غير المستقر في البلاد، يتعين على المواطنين الأمريكيين هناك اتخاذ الترتيبات الخاصة بهم للبقاء في أمان. قال البيت الأبيض إنه لم يتم اتخاذ أي قرار بعد بإجلاء أفراد البعثة الدبلوماسية الأمريكية من السودان، مستدركا أن واشنطن تستعد لمثل هذا الاحتمال إذا لزم الأمر. وطالب المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي جميع المواطنين الأمريكيين في السودان باتخاذ تدابيرهم الخاصة للبقاء في أمان، كاشفا أن الرئيس جو بايدن وافق على خطة في وقت سابق لنقل قوات أمريكية إلى مكان قريب في حالة الحاجة إليها للمساعدة في إجلاء الدبلوماسيين الأمريكيين. وقال وزير الدفاع الأمريكي لويت أوستن أن الجيش الأمريكي يتطلع إلى توفير أكبر قدر ممكن من الخيارات بشأن السودان، بما في ذلك إجلاء محتمل للسفارة الأمريكية، لكن لم يتم اتخاذ أي قرارات حتى الآن. وأشار وزير الدفاع الأمريكي أنه تم نشر بعض القوات في مسرح العمليات لضمان توفير أكبر عدد ممكن من الخيارات إذا طلب القيام بشيء ما. يضع الاتحاد الأوروبي خططا لعمليات إجلاء محتملة لرعاياه من الخرطوم في حال سمح الوضع الأمني بذلك، وفق ما أفاد مسؤول في التكتل. وقال المسؤول الأوروبي إن المحاولات جارية لتنسيق عمليات لإخراج الأوروبيين المدنيين، وأوضح أنه في الوقت الراهن يتم تقييم موقف أولئك الموجودين على الأرض. وأشار المسؤول إلى أن بعثة الاتحاد الأوروبي وسبعا من دولة الأعضاء التي لديها تمثيل دبلوماسي في الخرطوم ستتابع الوضع عن كثب في انتظار اللحظة التي يصبح ممكنا فيها القيام بذلك. حذرت روسيا من أن وعود حلف شمال الأطلسي الناتو بقبول عضوية أوكرانيا وانضمامها للحلف بعد نهاية الصراع في شرق البلاد قد تؤدي إلى انهيار النظام الأمني في الاتحاد الأوروبي. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زخاروفا إن وعود الناتو بقبول عضوية كييف تعتبر تصريحات قصيرة النظر وخطيرة في الوقت ذاته، مشيرة إلى أنها تعتبر تحفيزا لأوكرانيا لخدمة مهمة الحلف الأطلسي الرئيسية وهي هزيمة روسيا. أكد الكريملين مجددا أنه لا يعتزم إطلاق حملة تعبئة جديدة يتم خلالها تجنيد شبان وإرسالهم للقتال في أوكرانيا، نافيا بذلك تقارير صحفية أفادت بأن طلابا تلقوا أوامر استدعاء من الجيش لأداء الخدمة العسكرية الإلزامية. وردا على سؤال بشأن ما أوردته وسائل إعلام روسية عن تلقي طلاب جامعيين في موسكو ومدن روسية أخرى أوامر استدعاء لأداء الخدمة العسكرية، نفى المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف وجود أي مناقشات في الكريملين حول هذا الأمر.
أكدت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها تقاتل في الجزء الغربي من بخموت، وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها تمكنت من تدمير مستودعين للذخيرة من ألوية المدفعية الآلية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة زابوريجيا. قالت نائبة وزير الدفاع الأوكراني إن القوات الروسية حققت بعض التقدم في المعركة الضارية للسيطرة على مدينة بخموت شرق البلاد، مستدركة أن الوضع لا يزال تحت السيطرة. تصريحات المسؤولة الأوكرانية جاءت قبل فترة وجيزة من إعلان وزارة الدفاع الروسية أن قواتها المهاجمة تقاتل في الأجزاء الغربية من بخموت، وهو آخر جزء تسيطر عليه القوات الأوكرانية في المدينة. وقد أعلنت موسكو أن إحدى طائراتها المقاتلة فقدت ذخيرة فوق بلغورود المدينة الروسية الواقعة قرب الحدود الأوكرانية، وذلك بعد أن تحدثت السلطات المحلية عن انفجار قوي أدى إلى إصابة شخصين وخلف حفرة ضخمة في المدينة. وأوضحت وزارة الدفاع الروسية أن أثناء تحليق طائرة من طراز Su-34 تابعة لقوات الفضاء فوق مدينة بلغورود حدث سقوط غير طبيعي لذخيرة الطيران. أكدت وزارة الخارجية الصينية أنها لن تقدم أي تنازلات بشأن تايوان، وصفة الانتقادات الغربية بالسخيفة وأنه قد تكون لها عواقب وخيمة. وقالت الخارجية الصينية إن بكين لن تقدم أي تنازلات لمن يحاولون تقويض سيادة الصين وأمنها. المزيد مشاهدينا في سياق التقرير التالي. على صفيح ساخن تظل الأزمة بين الصين وتايوان مشتعلة مع اتجاه الجزيرة إلى توسيع قاعدة علاقاتها الخارجية في انتهاك لمبدأ الصين الواحدة الذي ينظم العلاقة بين بكين وتايبي. وزارة الخارجية الصينية أكدت في أحدث تصريحاتها أنها لن تقدم أي تنازلات بشأن تايوان، وصفة الانتقادات الغربية بالسخيفة وأنه قد تكون لها عواقب وخيمة. وقالت الخارجية الصينية إن بكين لن تقدم أي تنازلات لمن يحاولون تقويض سيادة الصين وأمنها، وأشارت إلى أن جانبي مضيق تايوان أراض صينية، ومتهمة السلطات في تايبي بمحاولة زعزعة الوضع الراهن. وتنظر الصين باستياء إلى التقارب الجاري في السنوات الأخيرة بين السلطات التايوانية وبعض الدول الغربية ولا سيما الولايات المتحدة، وتعتبره تهديدا لوحدة أراضيها. في المقابل شدد الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ومجموعة الدول السبع على ضرورة الحفاظ على الوضع القائم في مضيق تايوان الذي يفصل أراضي الجزيرة عن البر الرئيسي للصين. وقام الجيش الصيني بمناورات استمرت 3 أيام حول الجزيرة في وقت سابق من الشهر الجاري، ردا على اجتماع في الولايات المتحدة بين رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن ماكارثي ورئيسة تايوان. في سياق متصل ذكرت وسائل إعلام صينية رسمية أن حاملة الطائرات الصينية لياونينغ أجرت مؤخرا تدريبات على الدفاع الجوي ومواجهة الغواصات في مناطق في غرب المحيط الهادئ. أعلنت الحكومة البريطانية تعيين أوليفر دودن نائبا لرئيس الوزراء خلفا لدومينيك راب الذي استقال من منصبه عقب اتهامات بقيامه بالتنمر على موظفين أثناء عمله كوزير للخارجية ووزير لشؤون البريكزيت. يشغل دودن حاليا منصب وزير مكتب الحكومة في حكومة سوناك، وكان في السابق رئيسا لحزب المحافظين بزعامة سوناك، لكنه استقال من هذا المنصب في يونيو الماضي بعد هزيمتين ساحقتين للحزب في الانتخابات الفرعية. رجحت وسائل إعلام أمريكية أن يعلن الرئيس جو بايدن الثلاثاء المقبل ترشحه لولاية رئاسية ثانية. ونقلت وسائل الإعلام الأمريكية عن مصادر لم تحددها أن بايدن سيطلق حملته الرئاسية عبر مقطع فيديو.
في غضون أيام قليلة قد تشهد الولايات المتحدة الأمريكية إعلاناً مهماً، وهو إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن رسمياً عزمه الترشح لانتخابات الرئاسة المقبلة لعام 2024. وسائل إعلام أمريكية توقعت أن يعلن بايدن الثلاثاء المقبل من خلال مقطع فيديو إطلاق حملة إعادة ترشحه في الانتخابات الرئاسية، مما يمهد الطريق لمواجهة جديدة محتملة مع سلفه الجمهوري دونالد ترامب. وخلال الأسبوع الماضي اختتم بايدن رحلة إلى أيرلندا مؤكدا في نهايتها اقتراب موعد إعلان ترشحه رسميا لانتخابات 2024. ويعد بايدن أكبر رئيس أمريكي سنا يشغل المنصب، وإذا فاز في الانتخابات المقبلة سيكون قد بلغ من العمر 86 عاما في نهاية ولاية ثانية مدتها 4 سنوات. ولم تظهر أحدث استطلاعات للرأي تأييداً كبيراً من الشعب الأمريكي لبايدن، إذ أظهر آخر استطلاع للرأي أن 40% فقط من الأمريكيين يؤيدون بقاء بايدن. في المقابل لم يختر الجمهوريون بعد مرشحهم للانتخابات الرئاسية المقررة في 5 نوفمبر عام 2024، لكن استطلاعات الرأي تظهر أن ترامب يأتي في مقدمة مجموعة من المرشحين الجمهوريين المعلنين وغير المعلنين، ومن بينهم حاكم فلوريدا رون دي سيانتس ونائب الرئيس السابق مايك بونس والسفيرة الأمريكية السابقة لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي. وتعهد ترامب مؤخرا بعدم الانسحاب مطلقا من السباق إلى البيت الأبيض رغم توجيه اتهامات جنائية إليه، ما ينذر بمعركة انتخابية ساخنة على غرار انتخابات عام 2020. بدأ موقع تويتر في إزالة العلامة الزرقاء من حسابات مستخدميه، وفقد مشاهير مثل نجم كرة القدم كريستيانو رونالدو وأيقونة موسيقى البوب بيانسي والمؤسس المشارك لشركة مايكروسوفت بيل غيتس علامات التوثيق وتحت ملكية إيلون ماسك. غير تويتر طريقة توزيع العلامة الزرقاء التي كانت تمنح في السابق لشخصيات معروفة من الصحفيين أو مديرين أو سياسيين أو رياضيين أو مؤسسات بعد التأكد من هوياتهم كعلامة لتوثيق الحسابات. ومن أبرز الأشخاص الذين فقدوا علامة التوثيق الزرقاء الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب. واقتصاديا تعتزم كوريا الجنوبية واليابان عقد اجتماع آخر وجها لوجه في طوكيو لمناقشة تدابير سياستهما بشأن صادرات المواد الاستراتيجية وغيرها، حيث كان من المقرر أن يعيد كل منهما الآخر إلى قائمة الشركاء التجاريين الموثوق بهم. وقالت وزارة الصناعة الكورية الجنوبية إنه ستعقد جلسة تشاور جديدة في إطار الحوار العاشر لسياسة مراقبة الصادرات في طوكيو يومي 24 و25 من إبريل الجاري. ذكرت وسائل الإعلام اليابانية نقلا عن مصادر حكومية يابانية أن مجموعة دول السبع الكبرى تدرس فرض حظر شبه كامل على الصادرات إلى روسيا. وأوضح كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني هيروكازو ماتسونو أن الحكومة كانت على علم به، لكنها امتنعت عن التعليق على التبادلات بين دول مجموعة السبع والدول ذات التفكير المماثل بشأن عقوبات أخرى محتملة تستهدف روسيا. أعلنت الحكومة البولندية عن دفعة جديدة من الإعانات الزراعية بقيمة 2.38 مليار دولار، وحثت الاتحاد الأوروبي على الموافقة على التدابير الجديدة. المزيد في التقرير التالي. لا تزال أزمة واردات الحبوب الأوكرانية وتأثيرها على المزارعين في دول الاتحاد الأوروبي على أشدها، إذ يعاني آلاف المزارعين بدول الاتحاد تراجع أسعار الحبوب، ما دعا المزارعين المحليين إلى تنظيم عدة احتجاجات. وفي محاولة لتهدئة المزارعين أعلنت الحكومة البولندية عن دفعة جديدة من الإعانات الزراعية بقيمة 2.380 مليار دولار، وأحثت الاتحاد الأوروبي على الموافقة على التدابير الجديدة.
وشدد رئيس الوزراء البولندي ماتيوس مورفاسيتسكي على ضرورة أن تأتي الموافقة من المفوضية الأوروبية لئلا يطرق موظف أوروبي باب المزارع في مكان ما ويطالب بإعادة المبلغ. واتهمت الحكومة اليمينية الشعبوية في وارسو الاتحاد الأوروبي بالفشل في مساعدة المزارعين. وشددت بروكسل في وقت سابق على أن أي حظر أحادي على الصادرات الأوكرانية غير مقبول، مشددة على أن السياسة التجارية هي مسؤولية الاتحاد الأوروبي حصراً. وكانت بولندا والمجر وسلوفاكيا وبلغاريا حظرت استيراد الحبوب وغير ذلك من المواد الغذائية من أوكرانيا خلال الأيام الماضية، بعدما أشعلت الأسعار احتجاجات في أوساط المزارعين المحليين. وتنقل أوكرانيا مثل هذه الصادرات عبر حدود دول الاتحاد الأوروبي منذ أن تسبب اندلاع العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في تعطيل طرق الشحن المعتادة عبر البحر الأسود. ورياضيا، يلتقي الأهلي مع مضيفه الرجاء المغربي اليوم السبت في ذهاب الدور الربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا. المزيد في التقرير التالي. تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة صوب مباراة الأهلي المصري والرجاء المغربي السبت في الدوري ربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم. وتطمح جماهير الأهلي في إقصاء الرجاء والعبور لنصف نهائي البطولة لمواصلة مشواره من أجل التتويج بالبطولة المفضلة للفريق الأحمر للمرة 11 في تاريخه. أما الرجاء المغربي فيسعى للثأر من الأهلي بعد الخسارة الموسم الماضي في نفس الدور، ويستضيف ملعب استاد القاهرة الدولي مباراة الذهاب في 9 مساء، بينما ستكون مباراة الإياب على ملعب المركب الرياضي محمد الخامس يوم السبت 29 إبريل الجاري. والتقى الفريقان من قبل في 11 مواجهة بمختلف البطولات الأفريقية والعربية، فاز خلالها الأهلي في 4 مواجهات بينما تغلب الرجاء في 2 مواجهة فقط، وحل التعادل بينهما في 5 مباريات. ويملك الأهلي سجلا حافلا في بطولة دوري أبطال أفريقيا، حيث توج باللقب في 10 مناسبات كانت آخرها عام 2021 على حساب كايزر تشيفز الجنوب الأفريقي، بينما كان آخر تتويج للرجاء بالبطولة عام 1999 على حساب الترجي التونسي. وإلى الكرة العالمية، حيث يواجه ليفربول نظيره نوتنهام اليوم، حيث يطمح ليفربول في الفوز وإنهاء الموسم بأفضل مستوى متاح ضمن الجولة 32 في الدوري الإنجليزي. يحتل ليفربول المركز 8 برصيد 47 نقطة، بينما يحتل نوتنهام فورست المركز 18 برصيد 27 نقطة. ويلتقي ريال مدريد مع سيلتا فيجو اليوم السبت على ملعب سانتياغو برنابيو ضمن منافسة الجولة 30 بالدوري الإسباني، حيث يطمح ريال مدريد في الفوز وينتظر تعثر برشلونة أمام أتلتيكو مدريد كي يضيق فارق النقاط معه إلى 8 نقاط ويعيد أماله في التتويج باللقب. وفي الأحوال الجوية مشاهدينا الكرام، يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم السبت طقس مائل للبرودة صباحا، مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للدفء على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء، مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة.
وفي الختام مشاهدينا الكرام هذه تذكرة بأبرز العناوين. الرئيس السيسي يشارك أسر شهداء القوات المسلحة والشرطة الاحتفال بعيد الفطر المبارك. الرئيس السيسي يتبادل التهاني بحلول عيد الفطر المبارك مع رؤساء وقادة عدد من الدول الإسلامية. الجيش السوداني يؤكد التزامه بالهدنة المعلنة حرصا على النواحي الإنسانية رغم رصد عدة مخالفات. لمزيد من الأخبار يمكنكم تحميل تطبيق إكسترا نيوز من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال الكيو آر كود الظاهر على الشاشة. شكرا على طيب المتابعة، قدمنا لحضراتكم هذه النشرة الزميل رامي الحلواني وأنا جاكلين ماهر، دمتم في أمان الله سالمين وعيد فطر مبارك، إلى اللقاء بإذن الله.